وهل ما تعمله أمريكا أمرا خافيا على أحد؟ وبعدين أنا لم أصل إلى عندها، هي من وصلت إلى عندنا. أنت اشتي لك واحد يكسر هذا الصميل في راسك. كسره في راس اليهود والنصارى، خلي غضبك عليهم قبل ما يكسروا راسك. أمريكا ما هي مدور بعدي، مدور بعد القاعدة. قلبك الله انك مصدق ان امريكا مدور بعد القاعدة؟ يا دكت عرفت حتى الحمير ان القاعدة خدعة امريكية. يعني قصدك ما في قاعدة؟ الا في قواعد مش قاعدة واحدة. كيف؟ الا فين؟ قواعد امريكية حقيقية قاعدة في سواحل بلادنا تشتي تحتل اليمن بذريعة قاعدة وهمية ما لها أي وجود. أصلا أنا حما ولا ما تحدثت معك. عز الله الحميد، إلا أنت قبيل مخدوع ما دمت مصدق أنهم بيلاحقوا القاعدة.